كم يوم اللي حصل؟ كم يوم؟ كم يوم بعد؟ قبل يومين. فهمك كفاية. انت وين؟ يا الطريق. احترام لك تنهك. ليه؟ صاحب النزال عشان اقدم له نصيحة. ما هو بكذا التقديم. انا فاهم ايش تقصد. هذا مريوس، هذا نصيحة مريوس. لا لانك هو لو انك حاضره، ها انت لو انك حاضر جلسته عرفت. حضرتها. رح رح يا رجل، نبي اغسل، نجيب الطاسه. لا بقوم بقوم. لما انت تقول الوقت الايام راحت، نبي نضبط حفل ختامي من الدرجه الرفيعه والطراز العالي. بشركم من الله، نبي شيء فارق. نبشركم من الله، الشيء اللي يبيض الوجه ان شاء الله. نيابه عني وعن اخوي زياد، بشرك من الله هلاد انه شيء. يلا نبي افكار، نبي نعطيهم افكار، نبي صدق نرتب حفل. حفلنا يا اخوي هو بالاول والاخير، نبي يختلف عن النسخ السابقه. وش رايكم في المبادرات اللي جابوها فرق دعمنا؟ خل طوال الايام مبادرات عاد بتغثنا فيها حتى لا اقول لكم مثال كرنفال العظيم. لا لا، وش رايكم فيها؟ وش ابداع؟ قصدك تجمع بفيديو؟ لا قصدي اني اللي جاب هالافكار الابداعيه يقدر يساعدنا نجيب افكار ابداعيه. انا فاهم ايش تقصد. لا صادق والله. تقصد ابو البراء؟ اي واحد ابو البراء. البراء ولا مثلا اي شخص مثلا نكون واضحين يا اخي، عندها افكار. الشفافيه العاليه مطلوبه. يمكن واحد الحين يتابعكم ابو البراء. خلاص صار الله يعين ابو البراء علينا. بس شخص الله يعين بالافكار بيشارك. صار صديق فيصل عرجاني. شوف بالله ابو سحاب صار صديق فيصل. ابو البراء يفتح مساحات هو وياه. تخاوف اللي كتب سيناريو اللقلقي ذاك. دليل عنده رجل مدارك واسع. بس هو الان يبالك احنا نعطيه رؤوس الاقلام هو اللي يوزع. هي الفكره بس، ولكن ما يخدم بخيل يا الربع يا شباب. هو متابع دقيق بس لا منه بغاء يا عيال. ما يخدم بخيل. ها كل شيء بحقه يخدمنا ونعطيه حاجه. اي والله انا ابن ابوي. انا صادق والله يا اخي. فيديو الرجال فيديو مو بس بغير ترسلوا اصغر منكم. فيديو الرجال من اللي يرسلون؟ انتم يرسلون من؟ مو غير نبي كذا ونبي كذا. زايد يعطيه فايده وفهد يعطيه فايده وعبد الله يعطيه فايده وانت تعطيه فايده وانا اعطيه فايده وهذا يعطي فايده. اسمع الرجال، خلي الرجال يستفيد يا اخي. احسان ما هي فوايد. وش رد احسان؟ رد احسان. وش ايش تقول انت؟ عارف وش ترى صحن السلطه ما له حاجه. احنا في المدرسه يا ابو راح اعطيك بس واحد والعلبه اللي قدامي ما له حاجه. والله ان ما احنا والله انا اتكلم صحيح. الرجال يا ولد ما قصر. الصيغه حقتك غلط. صار له كم يا ولد؟ وانا هذا قدامي ما له فايده ولا احد يبغاه. وش يطبع النهدي على اذنك؟ وش اسمه يطبع النهدي على اذنك؟ قط. والله حلو صارت فوكس واجد مبسوط. انا ايش زين اسعد. فلا تطلبون الرجال الا لانكم انتم معطينا حاجه. خلي الرجال يستفيد. هو ما قال ولا طلب ولا شيء. خلي الرجال يستفيد يا اخي. لمتى هو يخدمكم كذا بلاش؟ انت في احد شاكن عليك؟ لا. انت اي محور حجك يصيح انت؟ انت الظاهر تبي تطلع الليله الظاهر. حفل ما لك دخل فيه. كملوا يا شباب. الظاهر الليله شنطتك انا جاهزه كامله. انا 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 من الطيب من الطيب انت وسنوني. اشوى اللي جيت على كذا. وعزبتك خذها ما نباها ما نباها. وفرشتك تلقاها قدام البواب. ابك فرشتي زين ما تطلعون انا وياها مع بعض؟ والله بنلفك فيها ان قال الله. قم هات انا اوريك. طيب ابراهيم اليوم انه مصيبه. ها؟ مصيبه ابراهيم اليوم. كثر سكرك يا ابو الليل. انا خربها اليوم. بنكرياس عاد اول يقول لي مقلل لك السكر. مقلل الزمه. تو شاري خيشه شكله. والله يا ضحكت على ابو الليل يا رجل قبل امس. انا ما ادري من ابي من الاعداد واكلمه هو الظاهر يسولف معه. سولف واحد مع واحد من الاعداد من الاداره. واكلمه هو ينفخ بوجهي. لا اعطاني معلومه غلط. وناظر قلت له لا تسوقها انت. قلت له اقولها بضحكه. وهو يزمر علي هات الزمره يا ريدي. تقرا اصغر من عاده. ما استوعبت الا يوم رحت ورجه قلت اذنت علامك. خير ان شاء الله. ايش فيه؟ وينفجر من الضحك. هو تحسب عرفت؟ اليوم الصبح زمره زمره للتريه. انا ذليت يضربني اليوم الصبح ضحكنا ضحك.
الله اشوفك الله يعطيك العافيه خلطونا الله يهديكم ما تقول ما في بالقريه الا انتم انا ومسرط وراس جينا حتى ابو الليل اشتكى لنا من الضحك اللي ضحكنا قال ابو الليل انتم وين ما وين ما نمتوا طاح مسرط الله يضحك وين ما على ايش ما ندري قال راس ليش سموك ابو الليل قال انا 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 نكبت نفسي انا قال ليش قال كل ما شفت واحد منكم قلت له ابو الليل واتفقوا العمال معنا انهم يسموني ابو الليل حاط كاتب ابو الليل على مدخل الاعداد انا ناديني بالظهر ورب الكعبه زاد الصيد والاداره والدنيا وجينا نسولف معنا واحد شمري يمكن حلو ولد اي يمكن فوق ساعه ونص وجهته ونضحك ونضحك الله يجي من سوالفه ونضحك منه وابدا تسعه الشيبة رحت يا مام لا ما رحت احنا جالسين برا سولف نطقطق انا اضحك يوم قمنا من عند الشيبان بيخشون ويطلع معنا برا استانسنا املنا احنا نستلمه شوي المرزاب اللي يدور عقاله ما يدري المرزاب قال ايش نوحه ما في عقال وانا اغني ضيع عقاله والشمر ضيع عقاله والشمر وخذ فوق 25 دقيقه يدور عقال تخيل مرزاب طرح الاداره طرح الشياب راح هناك راح عندنا نافوره راح للسياره طيب اعطوه عقال خليه يدخل حد يقدر ينسب حد يقدر يقوم يا مسلم كل ما شفناه واحد قام انا والله جالسين مع بعض وين؟ ها؟ جالسين مع بعض وين؟ قدام الدوره وعاود راسه طلع صاعقه ولا مطلع؟ اوكي وعاود راسه طلع جيب له شو اسمه؟ عقال يوم رجعنا كلنا نرجع الله يقول قصيده احنا نديه مع بعض احنا نطيح ويجينا ابو علي بلعب اوك دخل علينا ابو علي بالغرفه الله لا يحييكم الغرفه عباره عن كركبه امنيه من الدرجه الثانيه حوسه وصاخه وانا انكفت في الدولاب ولد بوجهي وراني مقطع يصور دخل انا اسمع القرشه طع طع يفتح الباب اللي فات فارع بالدولاب لف على مصوت وانا اقوم من النوم يلف الجوال علي قلت لك راح راح صبحك الله بغير خلاص عليه في المسجد ماسك السناب شيء زي كذا انا مكرع وانا اجي وانا اسلم على راسي وانا اجلس وانا اطلع من عند السناب هلا هلا ويميل علي شوي ويميل على الكرع وانا اجلس قال الفريدي اللي فيها شيء مكسور قلت له طيب ان شاء الله انا احسب صاير معك شيء الصبح انا ما ادري قلت له اموري طيب ان شاء الله قال يشدوني انا قلت ما اشوف شر ان شاء الله ويعرف الكرعاني ويميل ويلبس ويعرفني يصورني قال ها ما في شيء طيب ما في شيء انا اثبات صورني انا يا اخي شويه وريني ويجيب لي جوال قاعد شوف الرسائل الناس تسال توصيه وتسال توصيه وتسال اخي شويه يصور مثل تصوير الشباب نفس سنابك اللي ابوها خشموي وانا انا ضحكت على امس يوم اعطانا جوالات بصات التميز ركان اخوي ياخذنا جوالي فاتح السناب ويصور حاط الجوال هنا جابها ونظارات وخشم انا متابعين عبد الله انا اخذ الجوال بدي ما اخذ الحساب انا اخذت جوال عبد الله الحين وبسرككم عبد الله تبوني ولا تبون عبد الله ومرتعم بهم الست ركن اللي جا هنا اي 26 سنابه وانا تبون اوريكم كشختي صح اصبر دقيقه ثبت الجوال تحت ويقول كذا يقول كذا بعدين يطلع يتبس الجوال مره ثانيه يجلس على الكنب يحط رجل على رجل يا سلام يروح يركب مع محسن على السياره ويطلع مع الفتحه يصور من فوق قال محسن انت وين قال لا بالدريش يا رجال وبعدك على طول عبد الله؟ لا وكان بعد على طول؟ ثامر بعدين بنتين ثامر الشاعر بعدين بلسمة. بنتين بعدين ركان القعده ركان اخر العنقود يا ابوك ما دق عليه ابو سحاب واحده من ال مراكي تبي تكايه صارت تكايه التكايه ولا سوالف ايش اللي احنا احنا اضطهدنا يا ابو فارع ليه على الصار سرقوا حساباتنا واخذوا اي صح عندنا شكوى لك هذا ترى شكوى لي انا بس عبد الله نزار فريدي ورثتك عندك من شخص العثيره
لا او انت جيب الخطاب صح، استغل غيابك بعدين كمل. استغل غيابك ابو فارس واستغل عدم وجودك في المنتجع. تكفى انا بترجع الفارع على كل فارع. الذارة العفيرة والله العظيم اني والله شلوطهم شلوطه امس ترى بالالفات. قال يا عمي طير انت فهد اعطيك طراق انت فهد. والله يا حاسم والله يا حاسم امس حوس على شهاده حمدي عبيه. تدري ايش سويت؟ بعطيك السالفه وانت قرر. دخلت المجلس من يوم قالوا طراق عرفت ان الكويت وضوحي. معي علبه ماء، معي علبه ماء وانا ارش عليها الماء من تحت يا فهد. اخر الثوب يعني لا يخرب الثوب ولا يسبب غشمره غشمره غشمره. علبه سويتها بالعقال بس زين سكت عني ما قال لي شيء. وانا اصب على محمد عبيه ماء ما قال شيء سكت. وكاد يسولف يجي زايد ويتناقر نضحك ونطقطق ويتناقر هو زايد وتشابطون وزايد مسك العقال يضربه فيه. قال عادي يعدى ينشر غالي ما قال 30 ريال ويخلي زايد ويجي لاني قدامه. قال امشي 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 هو من هنا يده كبيره. طيب قلت وين نروح؟ قام شل الغرفه. قلت له ما ابي اروح معك يا اخي تقفى. هو يتلني طايمر ويشيلني على الغرفه يدخل يسكر الباب. ومن وين مونس؟ من هنا من هنا. والله انه يلكمني لكم تقول لا 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 مو لكم عجب والله. وانك ويش هذا مو لكم وش ذا؟ والركبه قوه حيله يصقعني بالسرير مني يضربني مني عشان السرير انا حاب عليه ليه؟ شوف شوف الدنيا اكاد اني تليشت. انا بالبدايه اضحك احس ان الموضوع ضحك الرجال يضرب من قلب. الله والله العظيم اني طايح اني قام من عندي السرير وانا قاعد انتظر. ولا اسمه خلاه ولا يوم جاء عند الباب الحمد لله بيان راح للزايد. قال افزع لابو نزار. قال ابن عابس لا يتهم راح بالعابس. هو يجي له خلاص كلمه فزع عندي. لو داخل مع الباب لا زايد بوجهه ومسك زايد وعلى السرير اللي على الحوسه اللي تخابر اليسار الجبن والريك وحطه عليه واضرب زايد واضرب زايد لا ضرب الارض من تحته يمشي. خلينا شوف يا فهد كلنا اخوياك. انت تنسى انك تنصر المستضعفين هذولي على سيف. لا بس انت اقل حاجه شو مستضعف انت؟ هذول ما مستضعفين بس هو اقوى منا. لكن الله 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 انا كمل الله اعطاه يدين طوال يمسك الرجال. انت حافظ على سمعتك. انت ما جات سمعتك الا واحد بالقريه. حافظ عليه لا يتعداك شيء. فهد ترى بصير يا فهد ترى بصير من جمهوره ترى بشجع. انت حافظ على اسمك ومكانتك. والله انت راح تهبتك ابو فارس تكفى رجع. حافظ على اسمك. تهاوشونيه في الزرع خلينا نشوف. المشكله عنده مكسوره اربط يدك انت وبربط يدي. لا تسوي انك صديق وطلعت معه. لا لا صادري ويا عقال شمر ضيع عقال ابو علي. والله عنده فنزات واجد عندهم تبيه. الحين لا كسور غرفات الا صور الحوسه. يقول ابو علي في توصي ما اصور غرفات انا ما اصور لا تدري ايش يقول الضار للعيال. يقول ترى بكره نجي غريه نظيفه. يقول ترى غرفتكم شيك ابو رزيق. يقول صاخه غرفتكم طالعه ترند والمتابعين وانا اطالب اني بكره اجي اصورها والقاها نظيفه. يا اخي لا اله الا الله 6000 جني يدخلها باليوم. تبيها ما تصير ايش قصدك؟ وسخه ما ادري. انا بالنسبه لي ما يدخل غلط علينا كلنا. سبحان ما شاء الله يا الطياره ما شاء الله. ايوه تقول طياره سبحان الله. بدها طيارة يا عيال. والله طيارة يا ما شاء الله. هذا مسلط حي والله هالشوف. هذه ماشي هذه رايحة ما يبراجع. حي والله هالشوف. دقيقة راح تجي. حي والله هالشوف يا الطيارة. حي والله هالشوف. جنوب تقريبا. حي والله هالشوف. أرنك جنوب شرق. لا المطار هنا. فإذا تبي تروح للمطار هذه رايحة تجي كذا تروح من هناك وتدور مع الخط من هناك. هذه توها مقلعة. اي هذه راح مسارح هذه. هذه راحت فانكوفر. عندها معهد عندها تغطية كليفوري. عندها تغطية لعطر الليل. نيش. جربوا ايش غلطونا بعطر الليل ونيش وهذا ويش ذا؟ نيش وعطر أمور الليل. هذه امور ما هي في المانيا. لازم تكون بالمانيا. وش عصر الشمندر في راسك؟ فكنا منه. ليه تحلب القطة يا فايز فايز؟ خلاص غير. لان غير غير الكابوس. صح فايز انك لاحظت ما غير. عندي كابات ما لاحظت عند افريدي. ما يغير فعل ما يغير غير اسود. لا هو عنده بعد حوالي 12 كاب ولا جهاز يا اخي انا حاب هذا حاب تي على حلقوم حصلا حبيب ضعيف. لا حط من البلايات اللي عندك الثانيات. حط حط ما بشكيد انت مالي بالدولار بسكيد هاي خبرهن دوليبي دوليبي يا قرتون الاخضر شفتها باسم عبد الله شايع
ياخذ حق مصرط مليان دولاب عبد الله شايع. لا محطوط بين الدولابين هذا مثل واحد منطقه محايده. واحد الشمري من خيانا يمكنك تعرفه سيف من خيال العيال اللي باي حفر. ايه عرفته. يقول يقول شو اسمه شو اسمه عبد الله هو شو اسمه من شله ديرباي استراحه المشاري والطق ذول سيد علي كان يدرس معه. يقول يقول ابوي عندهم حلال عندهم مبائر ما هي واجد عندهم عادي مفصل لها الدروج عرفت يجيك تحت حقت المطبخ. وش يقول؟ يقول ابوي ما يفضى الدروج اللي يعبيها طحين ويعبيها رز عشان يفطر فيها. لا يقول ما تفضى ابد يقول حتى اذا اخذ منها انقصت يروح يزودها. يقول اخاف يوم من الايام تقلب الدنيا اعوذ بالله علشان لمن صار ما صار. يقول ضربناها يعني اي ازمه اقتصاديه جوجي طال عمر لا زادنا معنا. قلت له لا ابي ابو علابي ايش فيه؟ انا اشهد ايش فيه؟ هذا مصرط ابو شايع وسيف. سيف كان قبل مثلهم بس الحين سيف لا سيف فاكن دولاب غالب حتى عبد الرحمن غالب كانوا يطبقون مقوله احفظ ريالك الابيض اليوم كالاسود حاطين لهم عيشه وياكلون معنا واذا خلصت اللي عندنا راحوا. هذا انا منهم. لا سيف والله اشهد انه كان مشرع الباب. لا والله اني مشرع الباب. سيف دولابه مثل دولابه وقت كانت تبي عندنا في الديره وراها بقاله. والله اني مغير فاتح ولا يبي اخذ حلال كبير. ويش كلها كيكاو ومدري شنو كيكاو. بس تسمع عبد الله عبد الله فريدي في عبد الله فريدي ولد عبد الفريدي في عبد الفريدي سيف في عذروب الاصناف بس عذروب واجد الاصناف الممتازه من البقاله هي فوق يدسها فوق يحطهم بعضها فوق الدراب عشان حاجه يحط الكيك ذاك ابو نص. احنا حاطين قدامي بسكوت اخضر هذاك عرفتوه بدواير فوق خشتي يعني تمر تبون لكم فرحاته بنادي نبغى لا نبغى مداهمه فرح دولابين عند الله علمها مليانه. لا جاء الصبح انسدحنا اشوف العالم اللي انا بعد اللي والله قفلت علي الدنيا. انا فكيت دولاب ابو شايب بريد كذا ورجل كذا ودخلت يد الطيب هذا ينفر علي النعمه من الله سبحانه. تجيب زايد تخليه واقف تفتح تاخذ يد تدخلها تاخذ تفرح. خلاص يطرح من فوق علينا ونعلم. ابشروا بالعيشه وابشروا والله بالعيشه. يلا يعني لو بتطبق الشرع اللي تنقص اغزلكم قوم يا ولد. وصابع رجلي راح اهل الغزو اللي يروحون يجونك بغنايم كلها. اغزو يا الربع تكفون يا الربع نبي تبون اعلمكم يجيكم واحد من الخارج انادي واحد الراعي مسبقات قبل راعي ها راعي وش؟ مسبقات قبل مسبقات؟ لا هذيك ما رجعته ولا ما اعرف فيصل؟ ايه ما اعرف الحمد لله اللهم عن جدته جايب صبوح جايب بس ما يحب صبوح. يشتريها عرفه هذيك ما رجعتنا يوم جاتنا هديته. لا من عنده وحطه في النص وسبيل بس انك لا جايب علي خوف البارح كل ليله يلعب اكثر بطاطس فاتح بث ويلعب قدام الجوال. كيف دريت؟ الحديدي انا كيف دريت؟ امس يوم ارتب الشوي شفت يا رجل البارح البارح اعطوني الجوال وليتني ما اخذته. في مشكله لازم تناقش فيها يا الربع. ليه؟ اكيد تمركم كلكم ما فيها كلام. وش اللي جيت تصور سناب ياك اتصالات سناب قفل انا لا ترد انا لين قفلت. ابي شخص الله يهديه الله يهديه البارح استلمني 40 مره والله اول مره في حياتي ادخل على سناب شخص اقول له يا اخي خلاص اقول والله اني كان والله انك مثلي والله اني داخل على سناب قلت يا اخي خلاص واضح اني قاعد اصور سنابات. صورت سنابات وهرجت شارب عبد الله على انه يعني من اكثر المتابعين. الله يرحمك يا روحي عند طبيب يجي يجي ما توحي خل عار يجي مره ثانيه. وشو؟ الاتصالات قفلها من الاعدادات زي تحديث سلام ابراهيم معيدي واقف مع فوق راسي وانا توني اشاحنه هذه ثلاث دقائق. عبد الله تحديث جديد سنابك ولا القديم؟ لا اظن يبغى تحديث ما حدث الظاهر. تحديث جديد ترى ما يدق عليك الا اللي رادك اضافه. انت اللي راد اضافه؟ لا والله يقولون يدقون والله يقولون انت مقفل بالاعدادات اي قفلها. لا هو يدق عليك عادي الظاهر. لا هو ما يدق عليك لين انت رد الاضافه له. بالله والله اشرح هذا ينقلب ما يجي شيء. بس يا اخي في حاجة اذا هو محدث وانت ما حدث في سؤال ولا انت محدث ومحدث. اذا كلكم
عبد الله وش الفرق يوم يجيك اتصال؟ عبد الله خمس سنه يجيني اتصالات. عبد الله عبد الله وش الفرق يوم يجيك اتصال؟ ما حدثت التحديث الاخير. شب شب في فرق يوم يجيك في فرق يوم يجيك اتصال زي اتصال الجوال العادي، يجيك فلان سناب شات فلان رد عدم رد، ولا يجيك كذا انضمام؟ ها انا طيب انضمام يعني هذا التحديث الجديد بس اضحك حرام. اسمع ابو خلف انا اللي يجي انضمام فلان وش فرق طيب هذا التحديث الجديد ها؟ فلان الانضمام لا دق لك احد يجيك انضمام اسمه فلان اسمه فلان ولا هن دق على لكن التحديث الجديد حط التحديث الجديد يا اخي اللي يبان يطعس مدري انا محدد قبل خطاش يا مسلم قبل خطاش حط الاعدادات ما عاد يدق عليك بعضهم يجي اتصال اخضر احمر فلان وبعضهم يجي كذا انضمام ليش ما بان يتصل هن يلا يلا هن يتصل طق هن هن هاي جايد وش فرق جايد يا رجال يا حلمك وطريها فرق الانضمام الانضمام يمكن قروب ايش قروب؟ قروب يا ولد هذا اتصال لا لا اتصال فلان فلاني اتصال مجهول علومه بنزال والله بخير الحين اتصال سناب كيف يجيك الشاشه؟ الشاشه يجيني بس يجيك توك مكالمه صوتيه سناب شات فلان صح؟ ايه يجيك احمر اخضر كلبونا والله حلو الحين لا صاير يجي اتصال فوق اسمه وشاشه كبيره تحت انضمام رفض مدري ايش تدري ايش احسن خاصيه سوالف اذا جاك اتصال ما تبغى توقف ارفع الشاشه وخليه يدق فوق حاله فوق خليه يصيح قبل كان لا تضرب لين خلاص اي والله قبل والله العظيم تحديث ولا وحق القمر ذي بعد حلوه والله ايه شنو الليلي والله الليلي ما تجيك مكالمات اذا دق اذا في جوالك ما تجيك مكالمات والنت شغال اذا تشغل مشغل جوالك اتصالات برامج اتصالات لا رقم لا كله لا كله عبد الله انت لا تتفلسف على راسي لا تتفلسف ما تتفلسف على راسي قسما بالله العظيم ان اتصالات السناب شغاله اي كله شغاله المكالمات العاديه وسناب لا مكالمات عاديه ما شغاله كلها على شغاله الوضع الليلي وش فكرتي شوف انا اثق فيك اثق فيك بدون صوت اي الليلي لا حطيته وطفيت الجوال الجوال طافي يعني الشاشه مغلقه اي مغلقه فتحت الحين الشاشه الشاشه مغلقه دقيقه الشاشه مغلقه ما يدق عليك احد حتى الرساله ما تجيك حلو لا فتحت الجوال ايه؟ عند الرمز عندك اي احد يدق عليك على يعني مرتبطه بس بال ايوه انك لا عادي حط صامت يعني تنفعني وانا العب بلوت بس لا ايه زي انت زي انت ما تشوف الكاميرا فلان دق عليك ولا لا تجيك رساله بعد 10 دقائق عشان ما اسمعوني لا في خطه ثانيه بعد حلوه ها في وقت حاطين حق تنبيه من شو اسمه ذا تحط لك دقائق بتعطي جوالك بتعطي الجوال ولدك الصغير تحط له دقائق محدده اقول اخوك ابوك ما عندنا ولد صغير انا اقول يعني اي صح اي اقول اي والله ولا اي احد يعني تقول تحط لك وقت محدد خلاص سبع دقائق بعد سبع دقائق قفل الجوال هذا عليه عليه حلو هذه المفروض تسوي محمد يا اخي والله ثقافته عاليه الولد في الجوال هذا فالجوال ثقافته تبارك الرحمن بس بالجوال هذا يدل عليك عبد الله هذا يدل على ان شخص الكتروني والذي سلب ذكائه العقلي الباطني كثره استخدام الجوالات ويدل كذلك على والله يا في سلفت صارت اليوم الصبح بسحاب لو اعلمك فيها انتيق ايقان تام ان سيف فهد فيري 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 ستيوبد انا متأكد انا احس بتقول بري اثر فيها ستيوبد في الجمله انا احس بقول بري وانا خابر بري لا ستيوبد هذه ما اعرفها ستيوبد ها ستيوبد ستيوبد يعني على شحن لا فيري ستيوبد يعني غبي شديد الغباء اح في ذمتك لا لا احترم نفسك فيري 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 ستيوبد يا عيال والله العظيم اي ولد مشكله بعد اقول لهم السالفه لا تقول لهم زعل اليوم وتواجد وياه الصباح انت ويا ما منتهي على خير اسمع ويرقد الصباح وارقد احنا زعلانين بس انها حلوه الطريق. بعد ساعه قبل يكلمونا مع بعض ايه حلوه الطريقه دي عشان ما نطول ما ننام نسولف خمس دقائق انتهاوش. منتهاوش ثم يرقد زعلان وارقد زعلان عشان ما نتاخر سبع احنا نايمين الايام اللي قبل لا نسولف لين تجي 10 11 يود غسل يدك غسل يدك لا حلوه والله هنيك انا اموت بحركه دي متحسب اني قايم مغسل استغفر الله وابشركم اني زكمت أحسن. على وجه السخن احسن يا بدوره المستشفى قم قم عبد الله قم والله تبي مغذي والله اني ما احب اروح المستشفى انا اكره المستشفى جايني عقده نفسي قم قم بيك انا اروح قم بيك شوي ابك لا لا قم اخلص لا والله انسدحها زين اباجيك اباجيك انا اروح معك يا سيف ما يحتاج انت ماني في حاجه والله اني
ما في حاجتك الوزنية زينة. ترى اللي توجع يده ما هي رجله يا منك.